بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نكمل شابتر 3، مقطع 8 الأخير. نشوف فيه الفن افكتيفنس. الفن افكتيفنس ولكن the performance of the fins is judged on the basis of the enhancement in heat transfer relative to no fin case. لاحظ هنا عندي فن وهنا عندي ما عندي فن. النسبة ما بين الاثنين هي الـ effectiveness. The performance of fin expressed in terms of the fin effectiveness is defined as fin effectiveness يساوي كمية حرارة اللي هي transfer لما يكون عندي فن مقسمة على ما يكون ما عندي فن. لاحظ إنه هذه تختلف عن الـ Q max اللي كانت عندنا في الـ efficiency. بإيش تختلف عنها؟ هنا no fin معناها عند البيز هذه فقط ال h تساوي a b وليست a fin. إذن heat transfer rate from the fin and the basis area وهنا heat transfer rate from the surface of area a b. Note that both the fin efficiency and effectiveness are related. الاثنين مرتبطين. كيف effectiveness وال efficiency؟ احنا قلنا انه تساوي كيو فين على كيو نو فين، لكن كيو فين هذه احنا عارفين قيمتها اللي هي هذه اللي هي ميو فين في الكيو ماكس، وهنا كيو نو فين قلنا اللي هي اي بي فقط. اذا عندنا تي بي ماينس انفينيتي تروح والاتش كمان، ما يبقى عندنا الا هذا. اذا ايش الافيشنسي والافكتيفنس؟ الاثنين مرتبطين. لما يكون عندنا اللونج فين تكون عندي هذه الافكتيفنس هي الكي بي على اتش اي سي سكوير روت. اذا نقول لك اذا ودك الافكتيفنس تكون عندك عاليه فيجب انك تستخدم كي ثيرمال كوندكتيفيتي تكون عاليه. مثلا استخدم الالومنيوم، استخدم الكبر، استخدم الايرون، يجب أن تكون الـ H هذه قليلة. Low convection heat transfer coefficient. الـ H هذه المفروض تكون استخدم مثلا الهواء. الـ P المحيط على مساحة على المساحة المقطع المفروض تكون high as possible. ما يكون عندي أكثر من فين، ففي هذه الحالة ودي أقول أحسب الـ Q total تبع الفين، فهي تساوي المنطقة اللي ما فيها فين. هذه منطقة ما فيها فين صح؟ الكيو المنتقلة عن طريقها زايد اللي عن طريق الفين. انفند تساوي هذه شفناها اللي هي عند الاي بي، واللي هي هذه اللي هي تساوي ميو افشنسي اللي في كيو ماكس اللي هي عندي هنا. لاحظ تي بي موجودة هنا والاتش موجود عندي هنا، طلعهم عامل مشترك يجيك ايش؟ A unfin زايد الافشنسي في الافن. طبعا المساحات هذه مباشرة ممكن انت تشوف حسابها من الشكل هنا مباشرة، لكن في هذه الحالة نحن نحسب الاوفر اول افكتيفنس لما يكون عندنا اكثر من فين. فنتكلم عن الاوفر اول. الاوفر اول يساوي كيو توتال اللي كانت عندنا من شوي هذه قيمتها. هتلاحظ هنا ممكن نشيل تي انفينيتي تي بي ماينس تي انفينيتي والاتش ممكن شيلهم، يبقى عندي بس A plus efficiency في A fin على A non fin. ويعني the overall fin effectiveness depend on the fin density. إذا كم عندك هنا من الفينس، هذا طبعا الـ overall effectiveness تعتمد عليه. كمان هي كمان تعتمد على الـ effectiveness تبع كل واحد منهم وحده. The overall effectiveness is better measure، يعني هذه الـ overall effectiveness اللي قسناه هنا تقيس the performance of the fin service more than ايش؟ تبع كل واحد منهم وحده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.